اللهم لك الحمد. اليوم في رمضان 1442 من طريق أبها الطائف قرى بني رزام. إن شاء الله قديم يجعل أمطار خير وبركة يا كريم. وصاقط المطر بكميات كثيرة. إن شاء الله قديم يجعل أمطار خير وبركة. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا حي من احياء رنيه الضرب غرب رنيه اللي بالتمشيات يجي ما شاء الله تبارك الرحمن. اسعد الله مساكم بكل خير. اليوم الثاني من رمضان 1442 رديه عروق حنجران جنوب رنيه.